عنده شلاغ. كتب كتاب كفاحي. عرفته مريم؟ ماين كامف. حتى كان ما عرفتهوش سليم توا باش يحكينا عليه. على شكون باش تحكي سليم؟ أي على بركة الله نودوكم شخصية من شخصية برج الثور، وكي نقولوا برج الثور نقولوا برج ترابي معروف بالرتابة والنظام، ذكي ويفهم اللعبة. أدولف هتلر الغني عن التعريف اللي من رتبة جندي ولا الحاكم الأعظم للرايخ، وهو اللي غرق ألمانيا في فترة نازية مظلمة. خلينا نحكي شوي على طفولة هتلر. يقولوا عليه فنان تبارك الله عليه، تبارك الله أبدع حتى هو في الإبادات. قالك كان ياسر متعلق بأمه وأبوه كان ديما يضربه في صغره. هتلر حب يقرأ في المعهد العالي للفنون في فيينا، أما ما قبلوهوش خاطر رسوماته كانت أقرب للهندسة. يجي نهار ويمشي نهار وهتلر يولي من الجيش الألماني. كان ديما يحس روحه ألماني الجنسية، عمل برش عمايل بالطبيعة وعينوه جاسوس على حزب العمال الألماني. بوش لغم كان يعرف يحكي وكان يعرف يقنع العباد حتى بأتفه الأفكار، شيء اللي خليه يكتب كتاب منمق لكل محاولات لتحويل وجهة النظر، وخرج روحه بالطبيعة ضحية السيستم. عام 1933 هتلر وصل الحكم بعد ما خرج من الحبس، وهذاك خاطر هو والحزب بتاعهم عندهم 33% من مجموع الأصوات، يعني أكثر من أي حزب آخر. ونظرا لعددهم الهام في البرلمان ضغطوا على الرئيس باش ينجم هتلر ينظم حكومة جديدة، وهكاك يولي المستشار الجديد. هتلر على صعيد سياسي خربقها، كانكم على معاهدة الصلح بباريس متاع 1919 ما احترمهاش، رجع الخدمة العسكرية إجبارية على خاطر بعد الحرب العالمية الأولى البلدان الرابحة حكمت على ألمانيا باش تلغي الخدمة العسكرية بتاتا، ما عندهاش جيش ألمانيا، وهذاك في إطار معاهدة فرساي. يعمل هكا ويخرج زادة من جامعة الأمم وقتها مع الدول الأخرى. عمل حلف مع إيطاليا وحلف مضاد للشيوعية مع اليابان، احتل تشيكوسلوفاكيا والنمسا وبولونيا وفرنسا وبلجيكا، وتصور حتى قدام التوريفيل. ماهر فرير يقول قايل شنو اللي خليه يغسل الحرب. أولا هتلر تفيفة برش على بدنه وحب يضرب الاتحاد السوفيتي اللي هو أكبر من القارة الأسترالية من حيث المساحة. أكثر من هكا موسوليني دوتشي الطلياني اللي كثر لها مذكي حتى هو مشى وهجم على اليونان وخلى ألمانيا غاطسة وحدها. بالطبيعة أمريكا كالعادة تدخل وتقف مع المملكة العظمى وفرنسا، وخرجت ألمانيا بيديها على رأسها مقسومة على اثنين شرقية وغربية، وبرلين قسموها على أربعة، كل بارتي خذتها بلاد ما بين فرنسا وإنجلترا وأمريكا والاتحاد السوفيتي. توا نرجعوا لهتلر اللي هو يعتبر ديكتاتور من طراز رفيع بعد عملية الإبادة اللي عملها اليهود كيما في أحداث الهولوكوست، وكره اليهود راهو ما عنده حتى مبرر خاطر حتى قبل في فيينا كان عنده صاحب يهودي، لذلك جمعت أحبة يهودية في أحرق العالم راهي غالطة، وزيد كان يكره ذوي الاحتياجات الخصوصية والمثليين جنسيا وحتى العرب، وبالنسبة ليه الألمان هما العرق السامي والصحيح. هتلر موش اشتراكي وموش شيوعي، هو تابع لليمين المتطرف اللي ينبذ للناس عامة. النازية راهي نظام فكري وسياسي قامع، يعني كانك معجب كتاب كفاحي متاع هتلر ولا تبرتهجي في تصور وتكتب فوق الحب، راك اخي العزيز اختي العزيزة ما كومش فاهمين حجم الفعل اللي تعملوا فيه. النازية تعتبر نظام كليني يمجد الحاكم الواحد ويشرع الافتهاد والقهر. كونوا ذكيين وسهلين وعارفوا شنو تختاروا. ايا حجر صحي سعيد. مسكين هتلر حاسيلوك كبيت له ساعدوا الرجل خايب ومشوم. الله يهديك سليم. يا اخي تعرفش معناها العرق يأمن بالعرق السامي؟ معناها اي انسان مش شعره اصفر يعني يزرق ما يستحقش باش يعيش، وهذاك كيفاش كان يبرر الافعال نتاعو راه هاك ترى فيه عذر شليغم. ابو شليغم الدكتاتور هذه كانت وفنان دكتاتور وفنان هذه حاجه اللي خلت حاجه مزينه برشا. داير في اخر حيط وانتحر هو انت اليوم عرس بعد نص الليل بشويه غدوة الصباح انتحر هو ومرته إيفا براون. مبروك عليه على الاخر المرأة ذي، وكان زواج مبارك كل لاب بالانتحار الله يرحمه. دونك هذه كانت سهلة تسهيل، عاد نذكر الناس اللي الفقرة هذه بالاشتراك مع سهلة بالضبط. سهلة كما كالعادة كل نهار ناخذ شخصية ولا موضوع ونعملوا له تحليل بالدارجة نتاعنا التونسية بطريقة سهلة. بتبيع إذا كان تحبوا نحكي لكم على موضوع في فقرة الغدوة ولا أي نهار آخر أبعثونا مساج على الباش فيسبوك، وسهلة احنا ديما سهلين. أبعثونا مساج على الفيسبوك ولا كلمونا على 73 278 600، تلقاو اليوم نتاع سهلة فوق الفيديو على نوتخ باج فيسبوك. دونك هذه كانت سهلة تسهيل لليوم، يعطيك صحة سليم.